ارقام ليها تأويل كتير قوي، وكل الرموز دايما انا اقولها لكم يمكن من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها كتير قوي، كل مرة بطلع اقولها مش دايما الرمز يبقى له معنى، مش دايما الرمز حاجة واحدة بس يبقى لها معنى، لان كل حاجة بتمشي على سياق الرؤية وعلى حسب حال الرائي وعلى حسب وقت الرؤية كمان. ناخد معاكم بعض الأرقام البسيطة رقم سبعة كده. ده أنا بحبه أوي أوي فوق ما تتخيلوا في الرؤى، من الأرقام الطيبة جدا جدا اللي بتكون فيها الخير والشر. طب إزاي طيبة؟ لأن الخير حتما مكتوب للرأي. فيها أرقام تانية بتدل على خير، طيب يا ترى هيتم ولا لأ؟ ممكن لأ، ممكن لأ. في الرقم سبعة بيتم لا محالة، ده بفضل الله تعالى يعني سبحانك يا رب، مش علشان انا مواليد شهر سبعة مش علشان كده، بس ده من الارقام السماوية اللي لحد النهاردة الله اعلى واعلم، وفعلا يعني يقول لك علم الانسان ما لم يعلم، لكن في خفايا كونية من عند الله سبحانه وتعالى هو الاعلم بيها. الطواف حول السبع، حول الكعبة سبعة، السماء الطبقات السبعة، حتى اللون يعني اللي هو قوس قزح، في حاجات كتيرة جدا، عجائب الأرض السبعة، كل السبعة دي بتتكرر معانا في عجائب قدرية من عند الله، كلها قدرية من عند الله. في حاجات كتيرة جدا، مجمعت شوية حاجات كده بتخص رقم سبعة من الدلالات اللي بتدل على الحاجات الكونية اللي مفيش أي تدخل لا أي بشري فيها سبحانك يا رب. بقعد اتمعن، طب دي سبعة ليه؟ طب دي كذا ليه؟ طب دي ليه؟ حتى لو قلنا مثلا الطواف ده مثلا جاي من رسالة من انبياء او نشوف مثلا رسالة، طيب القوس قزح ده، طب عندنا كمان يعني دلالات حتى في الرؤى، يعني سيدنا يوسف عندما قال على الرؤية أو فك رموز وشفرات رؤية سبع بقرات وسبع سنابل، فجات بالشكل ده وكانت سبع أعوام وسبع أعوام، ففي دلالات، في دلالات منها كده ومنها كده. طيب في طبعا سر كبير كبير جدا جدا للرقم سبعة، مش هنعرف نوصل، مش هنعرف نوصل. طيب عندنا كمان هنا أنا عايزة أتكلم عن الرقم صفر. رقم صفر، الرقم صفر أما يكون كتير بيكون خير، لما يكون كتير بيكون خير، لما يكون واحد اتنين فده يعني ايه، يعني بعض القلق شوية، بعض القلق شوية، تمام كده. طيب انا في ارقام عندي ما احبهاش في الرؤى، في زي رقم 13 احنا كتير جدا بنقول عليه في الواقع ما بنحبوش، ده رقم مش عارف نحس، ده رقم مش عارف ايه، وللاسف الشديد في الاحلام كمان غير مستحب. رقم 104 قلت لكم في ارقام رموز الرؤى هي اللي بتحسمها معايا، قرارات رموز الرؤى هي اللي بتحسمها معايا على حاجات، يعني حسنك انك انت كويسه، ان انت حلوه، شكلا هيئتك جميله، بس في حاجات بتوقف لك الدنيا شويه. انا مثلا انت بتديني كذا وكذا وكذا، مش عندي فلانه، ده دي عندها بخت، لا الحاجات دي كلها. رقم 90 من الأرقام زيه زي شهور الولادة، 90، 900، 9، الأرقام دي اربطيها على طول بالرقم بتاع رمز إن الواحدة بتحمل في الـ9 شهور، فالواحدة بتحمل بتبقى شايلة هم 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 هم، وبعد كده خير 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 خير، وخير هيساندها على مدى الحياة. رقم 50 من الأرقام برضو اللي احنا بنشوف فيها، طبعا في رقم صفر، في رقم خمسة، تبقى حاجة غيبية، طب حاجة غيبية طيبة ولا لأ؟ على حسب سياق الرؤية. رقم 600، رقم 500، الأرقام دي حلوة جدا جدا جدا. رقم 3000، انتظارك لأمر ما أنت انتظرتيه من فترة طويلة وهيتم لك إن شاء الله رب العالمين، بس يعني إيه، استخيري ربنا،